قردة الرباح، قتلة لا ترحم. الذكر يقوم بالتغطية، تسلك أخته طريقاً مختلفاً. ليست خطوة جيدة، تتسلق قردة الرباح الأشجار أيضاً. أنت وحدك، تبعد عنها بيفو مسافة كبيرة. أجبرها الجفاف على السفر إلى أماكن بعيدة بحثاً عن طعام لأشبالها. إنها حريصة على ألا تغيب أكثر. تبدأ بيفو رحلتها عائدة إلى المنزل، تشعر بالخطر. ابنتها، إنها محاصرة، يجب أن تتسلق إلى أعلى. تتسابق الأفكار في عقلها، إنها تفوقها عدداً ومناورة وحظاً. قردة الرباح انتهت من ملاحقة الأشبال. هل هي مصابة؟ هل هي على قيد الحياة؟ المملكة المتوحشة تستحق هذا الاسم. لكن اليوم مجرد استثناء. خائفة لكنها سالمة. لا شيء لا يمكن أن يسكنه حب الأم. ولكن لا يوجد أي أثر لابنها. الصمت. ها هو، ريثما تأتي الأمطار وتقرب الفرائس أكثر، لن تكون صغارك بمأمن يا بيفو.